Nothing in life that is objective. Everything is subjective. فالفوتوغرافيا whether بقى فوتو جورناليستيك ولا حتى دوكيومنتري برضو subjective. بالذات ان خلاص كل حاجة بقت واضحة. مين اللي بيحركها ومين اللي بيحكمها ومين اللي بيصرف عليها. فبقى في تون معين بيبقى معروف ان السي ان ان بتكلم كذا. انه الجورنال الفلاني بيتكلم بالطريقة كذا. فده من اكتر الاشياء اللي مفروض تكون objective. ما بالك بقى لما تخشي في الكونسبتشوال والفاين ارت اتس بيورلي سبجكت. بالذات كمان في الرينيسانس اللي احنا عايشينه دلوقتي الديجيتال لايف رجع الفوتوغرافيا الرينيسانس معين ما كانتش فيه. الفيديو بيروح في حته تانية خالص. هي عندها باور كمان بكونها فاينانشلي ايكونوميكلي للاسف هو ده اللي بيحرك حاجات كتيره قوي في الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي. انت بتعملي ده عشان تخلقي كونفرسيشن ولا بتعمليه علشان عايزه تعملي